شاركوني. هي اتغيرت اللعبه ولا لا؟ اتغيرت. اتغيرت؟ اتغيرت. فرحانين ليه كده؟ انتوا عايزين القصه تخلص على التلفزيون. اكيد من المؤكد ان اللعبه اتغيرت وقواعدها كمان بقت صعبه وبقت معقده جدا. اكتر واحد هيتاثر هو اعلام التلفزيون اللي بيحس ان هو نجم او يحس ان هو خلاص انا اللي موجود، انا رقم واحد او اثنين او ثلاثه، لان احنا بقينا 1000 2 3 وكل واحد عامل منصات وكل واحد مؤثر بشكل كبير. السوشيال ميديا هي اللي بقت بتحرك، والسوشيال ميديا هي اللي بقت جزء من القرار، وهي اللي بقت بتدير. مخطئ اللي يفتكر ان محدش ليه زبونه، ده بالعربي كده عشان الناس تستوعبنا وتفهمنا. كل واحد عنده زبون كبير جدا والمنافسه بقت قويه. الجيم اللي بقى صعب جدا 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 ان انت تحط معايير ومقاييس. الصحفي اللي بيطلع على السوشيال ميديا اموره سهله لان هو عارف هو رايح فين، عارف المقاييس والمعايير اللي هيتحرك فيها، ولكن في ناس ثانيه الامور بتبقى صعبه. في الكوره تقدر تجيب 1000 مختص ومليون. لعيبه الكوره هم اصحاب اللعبه صحيح، ولكن الناس دايما المحللين، وابتدينا نشوف اللعبه حتى في التحليل بتتغير. كنا زمان بتقتصر على لعيبه الكوره او النجوم بس، دلوقتي في ناس كبير كتير جدا دخلوا في المجال وتالقوا وبقوا ليهم زبون زي ما بيقولوا. فاكيد من المؤكد اللعبه اتغيرت، ولكن لازم اللعبه عشان تتغير بشكل مظبوط يتحط لها قواعد، يتحط لها سيستم. زي ما سياده الوزير كده شرح في البرزنتيشن بتاعكم ان يبقى في اطار نتحرك فيه. في التلفزيون ده الحقيقه موجود عندنا كلنا بنتحرك في اطار. على السوشيال ميديا الامور بقت صعبه جدا، ولكن من المؤكد ان ناس كثيره زي ما قلنا بتجتهد، وناس كثيره جدا جدا بقت جزء كبير من المعدل.